السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا متابعي طقس العرب السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال 3 أيام القليلة القادمة. المحاور الرئيسية التي سنتحدثها في هذه النشرة ستكون حول هبوب أو استمرار هبوب لرياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار على سواحل البحر الأحمر تشمل مدينة جدة، وأيضا ليالي قارصة البرودة المتوقعة بسبب كتلة هوائية باردة تسيطر على الجزيرة العربية. خرائط توزيع الرياح توضح استمرار لسيطرة لمرتفع جوي فوق وسط وشرق المملكة العربية السعودية يعمل على هدوء في الرياح، بينما يدفع هذا المرتفع الجوي برياح جنوبية شرقية تحمل معها كميات من الغبار نحو القسم الغربي من المملكة، تكون على شكل رياح شرقية نشطة على المنطقة الوسطى من سواحل البحر الأحمر تسمى برياح الصبا المثيرة للأتربة والغبار تشمل مدينة جدة وأيضا مدينة ينبع، والتي تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود مع تدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة، درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تستمر المملكة تحت تأثير كتلة هوائية باردة والمرتفع الجوي السيبيري الذي سيعمل على نشوء أحوال جوية شديدة البرودة خلال ساعات الليل. درجات الحرارة تكون حول الصفر المئوي إلى ما دون ذلك في بعض المناطق، يتشكل الجليد والصقيع خاصة فوق المنطقة الشمالية. درجة الحرارة خلال ساعات النهار أيضا تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي 7 درجات مئوية كحرارة دنيا ملموسة 6 رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام، يوم السبت طقس مستقر 18-9 ارتفاع قليل، يوم الأحد 20-11 والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين مع طقس صافي 22-13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.